الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش. موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. البداية وكالمعتاد بأبرز عناوين الأخبار. قوات الأمن تقتل 5 إرهابيين خلال تصديها لهجوم إرهابي على كمين جنوب العريش واستشهاد 8 من رجال الداخلية. عقب أدائه صلاة عيد الفطر، الرئيس السيسي يشارك أبناء شهداء الوطن من الجيش والشرطة لاحتفال بالعيد. المجلس العسكري السوداني يؤكد انفتاحه على التفاوض مع المعارضة ويطلق تحقيقا في أحداث العنف الأخيرة. أعلنت وزارة الداخلية أن قوات الأمن قتلت 5 عناصر إرهابية خلال تصدي القوات لهجوم إرهابي على كمين أمني جنوب مدينة العريش. وأضافت الداخلية في بيان لها أن ضابطا وأمين شرطة وستة مجندين استشهدوا خلال تصدي القوات لهذا الهجوم الإرهابي، مشيرة إلى أن القوات تقوم بتتبع خطوط سير تلك العناصر الإرهابية الهاربة. أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أستاذ دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة وستة مجندين. ويؤكد الأزهر الشريف تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية البواسل في القضاء على الإرهاب، كما يؤكد أن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب المصريين يوم العيد، وأن المصريين مسلمين ومسيحيين مصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحرب على الإرهاب. أدانت وزارة الأوقاف الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش. كما أكدت الأوقاف ضرورة الوقوف صفا واحدا وبكل قوة خلف القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية، والعمل على استئصال كافة عناصر الشر والتعاون مع أجهزة الدولة لكشف العناصر الإجرامية والقضاء عليها. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق. برحب بحضرتك سيادة اللواء. أهلا أستاذ غادة، أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. سيادة اللواء، كيف تابعت هذا الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع في شمال سيناء؟ أنا عاوز أقول دائما الكلمة اللي بقولها أستاذ غادة، نحن في حرب. دي نمرة واحد. نعم. نمرة اثنين، هل النهاردة بضبط القيادي الخطير عشماوي هل مش هيكون في رد فعل؟ هيكون في رد فعل. وبعدين انا ما ببصش لمنطقه سيناء فقط، انا ببص ل 27 محافظه، ال 27 محافظه الامن فيهم شكله ايه؟ وحتى المنطقه الغربيه. نمره اثنين، انا عاوز اقول رساله للاوغاد دول اعداء بيت المقدس. احنا شايفين ومتابعين الاخبار ايه اللي بيحصل في المسجد الاقصى، وبيعملوا ايه في المسجد الاقصى، وحاربين ازاي وسحب واعتقالات والى اخره. يبقى بس عشان كل اللي بيسمعني، هو انتوا النهارده بدباباتكم باسلحتكم بتدريباتكم الى اخره سايبين انتهاكات اللي بتحصل واليهود اللي بيعملوها فيكم وفي اخوانكم هناك، وجايين علينا احنا هنا على المسلمين بس عشان اعرف الخسه بتاعتهم قد ايه؟ ولذلك بقول اعداء بيت المقدس. طيب الحاجه الثانيه، كل من يسمعني مهما عملوا، لا، مصر هي مصر والشرطه هي شرطه والقوات المسلحه هي القوات المسلحه ولن يحبطوهم على الاطلاق. بس انا عايز اقول لهم، شوفوا اللي بيسمعوني، شوفوا التضحيات قد ايه. ليه بقى؟ احنا النهارده اللي بيعيد في شرم الشيخ واللي في الغردقه واللي في الساحل الشمالي والى اخره، واللي بيعيد في بيته مع اولاده، شوفوا الناس اللي الضباط والافراد والمجندين اللي سايبين اهاليهم، دي مش تضحيه؟ في حد التواجد نفسه تضحيه.
كون ان هم استشهدهم لا مش هي التضحيه، لا كلنا الى زوال. التضحيه الاكثر والاكثر كمان اهاليهم، نعم. اطفالهم، زوجاتهم، عشان تعرفوا قد ايه تضحيات. احنا بننعم وهم بيحققوا لنا هذه النعمه، هم بيحققوا لنا هذا الامان. نعم. ومهما كان، وانا بقول مهما كان، مش هينالوا من عزيمه رجال السلطه والقدر. نعم. مهما كان، لان احنا في حرب. نعم. أشكرك سيادة اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق على هذه المداخلة. عفوا. وفي إطار جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية والإجرامية، تمكنت قوات الأمن من قتل 6 من العناصر الإجرامية الخطرة المتورطين في واقعة استشهاد ضابط من قوة مديرية أمن الشرقية. وقالت الداخلية في بيان لها إنه فور وصول القوات إلى مكان اختباء العناصر الإجرامية بإحدى المزارع المهجورة بدائرة الزقازيق، بدر المتهمون بإطلاق عيرة نارية بكثافة باتجاه القوات التي تعاملت معهم على الفور لمدة 3 ساعات، ما أسفر عن مصرع 4 من المتهمين في الحادث و2 من معاونيهم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة احتفالات عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات. واصطحب الرئيس أبناء الشهداء والمصابين في جولة تفقدية بمدينة الألعاب التي تم إقامتها للأطفال للاحتفال بالعيد، كما حرص الرئيس السيسي على تكريم عدد من أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وأصحاب الهمم. لم ولن تنسى مصر أبناءها ممن قدموا أرواحهم من رجال الجيش والشرطة فداء للوطن. رحلوا بأجسادهم وظلت تضحياتهم نبراسا يضيء الطريق أمام وطنهم نحو المستقبل. نسخة هي الثانية للعام الثاني على التوالي من الاحتفال الذي بادر إليه وشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا وعرفانا لصبر وتحمل وجلد أسر الشهداء والمصابين من رجال القوات المسلحة والشرطة بعد رحيل فلذات أكبادهم مدافعين عن تراب هذا البلد. وكذلك احتفالا بعدد من أبناء مصر من الأيتام وذوي الهمم بحضور رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء ورجال القوات المسلحة والشرطة وعدد من نجوم الفن والرياضة. الشعور لا يوصف، وده مش جديد على سيادة الرئيس، ربنا يعينه ويوفقه. وببعت له رسالة، يعني أسر الشهداء يا سيادة الرئيس أبطال زي أولادهم، ربنا يقوي سيادتك ويعين سيادتك، الحمل تقيل أو على سيادتك، وربنا يوفقك وينصرك ويسدد خطاك. أنا أم الشهيد النقيب عاصم، والله 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 وأنا صادقة في كل كلامي، لو عندي 10 زي عاصم مش هستخسرهم في ذرة من تراب مصر. إن النهاردة العيد عيدين بالنسبة لنا كأسر شهداء، وسعداء جدا بالتكريم ده، وربنا يبارك في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحفظ مصر ويحفظ شعبها وجيشها وقواتها المسلحة وشرطتها المدنية، لأن البلد دي تستاهل كل خير والله. ولو 1000 روح زي أحمد إحنا نقدمها في ده البلد دي. إحنا حاسين إن دم أولادنا ما راحش هدر، طالما إن رئيس الجمهورية مش ناسي أولادنا، بالتالي بقى بقيه الشعب طبعا مش ناس ولادنا، وولادنا طبعا ابطال، يعني مش اي حاجه. بدا الاحتفال بتقديم عدد من الفقرات الاستعراضيه والفنيه التي ادخلت البهجه على قلوب اسر ابناء الشهداء ورسمت الابتسامه على وجوه الحاضرين. ويبقى تكريم الدولة ورئيسها لأسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة ومؤازرتهم عرفانا وإجلالا لتضحيات أبنائهم خير دليل على الوفاء بالعهد وجزء من رد الجميل وقضاء لبعض الدين الذي يطوق رقاب أبناء هذا الوطن. حقيقي شعور الواحد مش عارف يوصفه الصراحة، الواحد فرحان جدا ومش عارف يعني والله هيقول ايه الصراحة من كتر الفرحة، بس بنقول انه هو تعب بجد وفعلا فعلا قام بالواجب معنا وبزياده حقيقه. انا مفيش حاجه ان شاء الله تقدر توقفنا يعني، وباذن الله حقهم راجع، حقهم
حق اولادهم ان شاء الله راجع. ربنا ينصرنا ان شاء الله على معركتنا ضد الاعداء. انا فرحانه ان انا ام شهيد وابني نشان على صدري، ابني فدى بلده وغير ابني مش احسن من اي حد، ابني ضباط وعقادات وناس كبيره قوي شهدت عشان بلدنا، واحنا فرحانين، نفرحين ان احنا دلوقتي في امن وامان. شعور رائع، شعور بالفخر، شعور بالاعتزاز، شعور بالانتماء للبلد، ان يبقى ابني مستشهد من 19/9/2016 والرئيس بيكرمنا لغايه اليوم. شعور حلو وشعور جميل ان يحس بامهات الشهداء وباهاليهم، لان طبعا هو الشهيد راح عند ربنا ان شاء الله متكرم، انما الام بتفضل حزينه والاخوات والعيله كلها عمرها ما بتنساه مهما بيعدي، فشعور جميل منه ان هو بيفتكرنا بيحاول يسعدنا وبيحاول يفرحنا. انا مبسوطه جدا، اكيد انا مبسوطه جدا، على قد ما انا عندي مشاعر اللي انا زعلانه عشان ابني، بس انا مبسوطه وفخوره به ومبسوطه قوي ان القاده بتوعه بيكونوا واقفين معايا، يعني واقفين معايا في كل حاجه صراحه، هم ما سابوناش. وبموقع الاحتفال اصطحب الرئيس السيسي عددا من ابناء الشهداء والمصابين الى منطقه الالعاب الترفيهيه التي اقيمت بهذه المناسبه، وشاركهم الاستمتاع بلحظات ستبقى عالقه في اذهانهم الى امد بعيد. ويتجدد الوعد بلقاء اسر شهداء ومصابي الوطن في تقليد سنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، راسما البهجة والسعادة على وجوه وشفاه أمهات ثكلى وزوجات صرن أرامل وأطفال أصبحوا أيتاما بعدما فقدوا الأب والابن والزوج، شهداء رحلوا بأجسادهم وظلت أرواحهم أيقونة هذا الوطن. على رشوان النيل. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أدى شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بصحبة عدد من أبناء الشهداء. وحرص الرئيس السيسي على وقوف عدد من أبناء الشهداء بجانبه وأداء الصلاة معه، فيما أما المصلين الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية 139 من الغارمين، منهم 13 سيدة. جاء ذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي سجون بلا غارمين. ونظمت مصلحة السجون احتفالية كبيرة بمنطقة سجون طرة لإطلاق سراح الغارمين والغارمات الذين تم سداد ديونهم بدعم من صندوق تحيا مصر، وتم دعوة أهاليهم لحضور الاحتفال، كما تم الإفراج بالعفو عن عدد 1595 نزيلا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وكذلك الإفراج الشرطي عن عدد 268 نزيلا ليبلغ إجمالي المستفيدين من العفو والإفراج الشرطي والغارمين والغارمات عدد 2002 من النزلاء. احتفل المصريون في محافظات الجمهورية بأول أيام عيد الفطر المبارك وسط أجواء من الفرحة والبهجة، حيث توافد الجموع منذ الصباح الباكر إلى الحدائق والمتنزهات التي استعدت لهذه المناسبة المباركة في الوقت الذي اطلع فيه المسؤولون في المحافظات بتوفير أجواء آمنة والتيسير على المواطنين لقضاء أوقات مبهجة مع ذويهم بهذه المناسبة. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة ياسين السيف من حدائق الحيوان بالجيزة لمزيد من التفاصيل حول الاحتفالات بعيد الفطر المبارك. ياسين، كيف هي الصورة حيث أنت؟ نعم، تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينا الكرام في كل مكان، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. آلاف المواطنون حرصوا على التوافد إلى هنا إلى حديقة الحيوان بالجيزة، أهم وأبرز المقاصد السياحية للتنزه والترفيه
في إجازة عيد الفطر السعيد. حديقة الحيوان بالجيزة هي من أعرق الحدائق التاريخية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بل والعالم. تم بناؤها وافتتاحها عام 1891 في عهد الخديوي محمد توفيق بتكليف من الخديوي إسماعيل. حديقة الحيوان بالجيزة هي قبلة لأكثر من 4 ملايين زائر طوال العام، حيث بنيت على مساحة 88 فدان وتحتوي أكثر من 6000 من الحيوانات من 175 فصيل، بها الكثير أيضا من الحيوانات النادرة كالتماسيح وكالأبقار الوحشية. حديقة الحيوان بالجيزة تمتلك أيضا رصيد كبير من النباتات النادرة والأشجار الضخمة، وبها أيضا الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة، حيث تحتوي على الكثير من البحيرات والجداول المائية والكهوف والأنهار المائية بطول 10 كيلومترات. ما زالت حديقة الحيوان هي مقصد رئيسي لكثير من المصريين، حيث يقضون هنا اليوم من 7 صباحا وحتى انتهاء اليوم في 6 مساء مقابل تذكرة بسعر رمزي بسيط فقط 5 جنيهات. للحديث عن الخدمات والأنشطة التي تقدم للزائرين معنا على الهواء مباشرة الدكتور رشاد رحيم مدير عام حدائق الحيوان والأسماك بالجيزة. برحب بحضرتك معنا فندم. سهلا فندم، كل سنة وانتم طيبين والأمة كلها بخير يا رب إن شاء الله بإذن الله. كل سنة وحضرتك طيب. يعني تطلعنا حضرتك على استعداداتكم لاستقبال الزائرين في أجازة عيد الفطر المبارك وأبرز الخدمات والأنشطة اللي بتقدموها في الحديقة. أنا شفت كمان في يعني تأمين في عربيات شرطة هنا موجودة، عربيات إسعاف ومطافي لا قدر الله لاستعاب أي حالة طوارئ. فحضرتك تكلمنا عن استعداداتكم والخدمات اللي بتقدموها للمواطنين. تمام. هو احنا عندنا في شقين لازم يفرقوا عنه، وانا احنا عندي حاجات طوارئ واستعدادات للعيد اللي هو زي ما بوقف اجازات احنا جايين متعاقدين مع شركه امن خاصه مع شركه نظافه خاصه بننسق مع الشرطه مع مرفق الشرطه ومرفق المطافي ومرفق الاسعاف، بيبقى موجوده العربيات منهم الكشافه عشان الاطفال. بالنسبه للجنينه نفسها احنا ما بنشتغلش عيادي، يعني احنا كل يوم بنيجي في الجنينه بنلاقي في حاجه جديدة مش مقتصرة على العيد. يعني أنا عندي مثلا 300 كرسي بحوالي مثلا فوق ال 200 أو ال 250 قاعدة عشان الناس تقعد عليهم، ما بقاش الجنينة في مكان مش أخضر الناس تحب تقعد عليها. ده مش مختص بالعيد، يعني مش بنشيل الكراسي دي بعد العيد، تفضل موجودة زي ما هي. بالنسبة لشركة النظافة الخاصة زي سيادتك ما بتشوف ما فيش مكان من غير ما صندوق زبالة، شركة أمن خاصة، شركة كاميرات مراقبة الجنينة كلها كاملة، حاجات كتيرة جدا. بس احنا لو تطوير جنينة احنا ممكن بقى لو عندكم وقت كتير نقعد نحكي لكم ايه اللي اتطور. طب ابرز الانشطة والخدمات الترفيهية اللي ممكن المواطن يحصل عليها او يقضي بيها يومه داخل الحديقة. طيب احنا مبدئيا احنا ماشيين بكل، اولا انا ما فيش مكان تاني في جمهورية مصر العربية ممكن واحد يقعد فيه من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 6 ومش هيزهق، لان انا عندي كل دقيقة في مكان جديد، مش هعرف يلف 88 فدان، كل ده ب5 جنيه بس. دي اول نقطه. تاني نقطه احنا بنسمح بدخول الاكل، بنسمح بدخول الشرب، بس طبعا من غير موقد بوتاجاز، من غير انت فاهم ازاي سخان، من غير الكلام زي كده اللي هو اللي ممكن يضر الناس. عندنا مدينه ملاهي موجوده، عندنا المتحف اللي زيارته جميل قوي، بيت الزواحف، الجبلايه الملكيه، القطر الكهرباء، كل دي حاجات كثيره قوي قوي موجوده جوه الجنينه لو حد يحب يعني يتفسح او يتنزه داخل الجنينه. شكرا جزيلا، كل عام وانتم بخير. اذا مشاهدينا الكرام كانت هذه صوره حيه من داخل حديقه الحيوان بالجيزه والتي ما زالت من اهم المقاصد للتنزه والترفيه في ايام الاعياد والعطلات. الكثير من المواطنون يحرصون على التوافد الى هنا لقضاء يوم أجازة سعيد. كل عام وأنتم بخير. أشكرك شكرا جزيلا مراسل نيل ياسين سيف من حدائق الحيوان بالجيزة، شكرا لك على هذه المتابعة.
يشهد طريق مصر للإسكندرية الصحراوي إقبالا كثيفا من المواطنين المسافرين إلى المدن والمحافظات الساحلية طيلة أيام عيد الفطر المبارك. الشركة الوطنية للطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمات الوطنية تشارك المواطنين المسافرين فرحتهم بالعيد، كما رفعت درجة الاستعداد والطوارئ على الطرق لتأمين المسافرين. أثناء عبورك من بوابات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي تجد صورة حضارية يعكسها الانضباط والنظام وحسن المعاملة من قبل المحصدين التابعين للشركة الوطنية للطرق. فطريق مصر الإسكندرية الصحراوي الذي تم إنشاؤه في عام 1935 تم رفع كفاءته شكلا ومضمونا في عام 2015 ليختصر المسافة بين مصر والإسكندرية إلى ساعتين بطول 228 كيلومترا، وأصبح نموذجا يحتذى به في مشروعاتنا القومية التي يتم تنفيذها. لما العربية بتوصل قدامنا هنا الكاميرا بتسجل نمرة العربية، أول ما بنطبع التيكت بيطلع لنا عليه من هناك بيبقى مسجل تحت نمرة العربية وقيمة قيمة تذكرة 10 جنيه بس وعليها التاريخ والتايم بتاعها. الشركة الوطنية للطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والمسؤولة عن الطريق تشارك المواطنين فرحتهم بالعيد بتقديم الهدايا الرمزية ومخبوزات العيد. وانت طيبين يا فندم، ميرسي، شكرا. دائما بنقدم حاجات تتناسب مع المناسبة اللي احنا بنحتفل بيها، زي في العيد الكبير مثلا بنقدم لحوم ومشويات وكلام من ده، في العيد الصغير بنقدم كحك وبسكوت وهدايا للأطفال وأعلام. دائما بنحرص على الخدمة الممتازة لرواد الطريق سواء العربيات الملاكي أو العربيات النقل، العربيات بأنواعها. الطريق عندنا الصحراوي أغلب الطرق اللي الشركة مسؤولة عنها بتاخد صفة العالمية، وخاصة من الخدمة لرواد الطرق. المواطنون من جانبهم أشادوا بسبل وسائل السلامة والأمان على الطريق الصحراوي الذي تم تنفيذه بمواصفات ومقاييس عالمية. أهلا كلكم طيبين. بالنسبة للطريق طبعا أكتر من رائع، يعني أنا بعتبره أنه طريق دولي رائع جدا. في التزام طبعا برضو في السرعة، بنتأيد في التزام السرعة، ولا الطريق فعلا وسيف جدا وأحسن من الأول بكتير جدا. هو احنا مسحين بس احنا لازم نعيد معاكم طبعا، ورايحين الساحل كده نقضي مع زمايلنا برضو. ويعد طريق مصر الإسكندرية الصحراوي شريانا مروريا هاما تزداد عليه الكثافات المرورية في فترة الأعياد، فهناك الآلاف من المركبات تمر على هذا الطريق يوميا. وكعهدنا بها فإن القوات المسلحة درع الوطن وسيفه تشارك المواطنين فرحتهم بالاحتفال بعيد الفطر المبارك، فالشركة الوطنية لخدمات الطرق تقوم بتقديم الهدايا والمخبوزات على المسافرين لتبعث البهجة والفرحة في نفوسهم. من أمام بوابات طريق مصر اسكندرية الصحراوي، أحمد سعد الدين، النيل. على الرغم من أن العيد إجازة رسمية يحظى بها أغلب المواطنين، إلا أن هناك مهنا لا تتوقف عن العمل. مهنة الطبيب إحدى هذه المهن التي لا تعرف الراحة، بل ربما يتضاعف العمل أثناء فترة الأعياد. رسالتهم السامية للمجتمع وضعتهم في خدمته على مدار الساعة، فالإجازات لا تعرفها مهنتهم. الأطباء أو ملائكة الرحمة، فعلى الرغم من قضاء العيد في عملهم إلا أنهم يؤدونه بكل فخر واعتزاز. أصوات الأجهزة لا تتوقف، لعلها تحمل نبضات مريض يأمل الشفاء وطبيب يراقب. تشابهت أيامه ما بين العطلات الرسمية وغيرها، لكن شرف الرسالة جعلت عيده بشفاء مريض وبسمة يرسمها على ذوي. احنا ما بنعيدش تقريبا زي الناس، احنا متواجدين في المستشفى ده عيدنا، ده العيد بتاعنا ان احنا نخدم الناس. ربنا قدر لنا ان احنا نكون في خدمه الناس والحمد لله. في الاعياد بيبقى نفس الشغل الروتيني العادي زيه زي الاجازات زي اي حاجه، كل العمل مستمر على طول، لان المريض ما ينفعش ما يغسلش في ميعاده، فالعمل مستمر على طول، مفيش اجازات طبعا يعني. ساعات طوال لا يأبه الطبيب بما يدور خارج مشفاه من لحظات العيد كسائر المواطنين، بعيدا عن عائلته، ليدخل الطمانينه على عائلات اخرى. ابننا كان بيموت، يعني ابن اختي كان بيموت حقيقي يعني، وربنا سبحانه وتعالى جعلهم سبب يعني. هم الناس قدامك، هم لابسين بلطلابيض ما روحوش عيد يعني، النهارده اول يوم. كفايه ان هم قاعدين بولادنا
وكتر خيرهم يعني هم بيعملوا صراحه يعني وسايبين بيتهم وقاعدين مع اولادنا، ونقول لهم كل سنه هم طيبين. بنحاول نبذل قصارى جهدنا في مساعده المرضى وبالذات حديث الولاده والحالات الحرجه زي اللي عندهم صعوبه بالتنفس واللي عندهم نزلات معويه واللي عندهم كمان ازمات وحساسيه بالصدر. بنحاول نساعد المواطن او المريض على قدر المستطاع. ساعات عمل مضاعفة وجداول أعدت للأعياد تزيد من صعوبة عملهم بخلاف أيامهم العادية، خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ. في جدول نبطشيات، ويبقى جدول بتبقى النبطشية مضاعفة عن الأيام العادية بالنسبة لعدد الناس اللي شغالين في الاستقبال، بيتضاعف في الأيام العادية. بيبقى في عيادات الصبح بتشتغل بتغطي حالات بيسموها حالات البرد أو الاعتيادية. احنا بنقول شعب مصر كل سنة وانتم طيبين، وبنقول الناس ما ياكلوش حاجات حادقة، خصوصا مرضى القلب ومرضى ضغط الدم، ممنوع الرنجة، ممنوع الفسيخ، ممنوع الحاجات دي كلها. خلية نحل لا تتوقف لإغاثة المرضى من فرق طوارئ من الأطباء وفرق التمريض والعمال تحسبا لأي طارئ في أيام الأعياد. رمضان المطعاني، النيل. أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو أن المجلس بدأ تحقيقا في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد. وفي وقت سابق كان رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان قد أكد أن المجلس لا يزال منفتحا لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن، غداة إعلانه إلغاء كل الاتفاقات مع تحالف المعارضة. لقد شهدت ميادين وساحات الاعتصام أحداثا مهمة تخللتها مشاعر إنسانية وحياة اجتماعية راغية جسدت عمق معاني الثقافة السودانية، التفت حولها الهوية السودانية، ارتسمت في وجدان الشعب السوداني وسيسجلها التاريخ. ونحن في المجلس العسكري نفتح أيادينا لتفاوض لا قيد فيه إلا لمصلحة الوطن، نكمل من خلاله التأسيس للسلطة الشرعية. أكدت المملكة العربية السعودية أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني. وشددت المملكة على ثبات موقفها الداعم للسودان، كما أكدت متابعتها ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في السودان. وأعربت المملكة عن أملها في أن يتم تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى كافة الأطراف السودانية. وتنضم إلينا هاتفيا الأستاذة أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصصة في الشأن الأفريقي. برحب بحضرتك أستاذة أسماء. أهلا وسهلا أستاذة أسماء. كيف تابعتي التطورات الأخيرة في السودان، خاصة بعد تصريحات الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان اليوم؟ نعم، أعتقد أنها تصريحات إيجابية، أنها تعيد المسار التفاوضي إلى طبيعته قبل إجراءات فض الاعتصام بالقوة. تأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلانه إلغاء كل الاتفاقات التي تمت مع قوى الحرية والتغيير، وأنه يعتزم إجراء انتخابات خلال 9 أشهر. تراجعه اليوم وتأكيده على أن أيادي المجلس العسكري السوداني مفتوحة للتفاوض مع كل الأطراف، وأنه تم توجيه القيادة العامة للتحقيق في الأحداث المؤسفة في فض الاعتصام، وأنه سيتم محاسبة كل المسؤولين عن هذه الأحداث، هو أمر إيجابي. وأعتقد أنه ربما يفتح الطريق من جديد مع قوى الحرية والتغيير. بالطبع هناك احتقان الآن في الشارع السوداني، وهناك غضب وحزن عميق، لكن أعتقد أنه هذه الأمور وفتح تحقيق بشأن ما حدث في ساحة الاعتصام ومحاسبة كل المتورطين فيه هو أمر إيجابي. الآن السودان في موقف في مفترق طرق، وهناك ضغوط كبيرة عليه، ضغوط داخلية وضغوط أيضا إقليمية ودولية، والعودة للتفاوض هو الأمر الصحيح لنقل آمن للسلطة إلى حكم مدني يقود السودان إلى بر الأمان. نعم، الأستاذة أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصصة في الشأن الأفريقي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. بانوراما النيل مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. في الذكرى 75 قادة العالم يحيون ذكرى إنزال النورماندي من الشاطئ الجنوبي لبريطانيا.
رجال لا يهابون الموت. والآن حان موعد الوقفة الاقتصادية. التفاصيل مع زميلة مجد القاضي. تفضلي مجد. الزملاء غادة وعاصم، شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية. وفيها وزارة التموين تؤكد توفر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية خلال أيام عيد الفطر المبارك. أهلا بكم مجددا. أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر كافة احتياج المواطنين من السلع الأساسية والغذائية خلال أيام عيد الفطر المبارك. وأعلنت الوزارة أنها طرحت كميات كبيرة من السلع، وذلك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية للرقابة والتفتيش خلال أيام العيد. أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنها بصدد استئناف عملية تقييم العاملين في إطار مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي أطلقته الوزارة في فبراير الماضي، وذلك بدءا من يوم الأحد القادم عقب إجازة عيد الفطر المبارك. وأشارت الوزارة في بيان لها أنه سيتم استئناف الزيارات الميدانية للوزارات بهدف تجميع البيانات المطلوبة مع وضع خطة زمنية بمواعيد محددة لعملية التقييم، إلى جانب الاستمرار في تقييم الوزارات التي وردت بياناتها فعليا. وأكدت الوزارة أن عملية التقييم تتم في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، والتي تأتي في ضوء تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. توقع البنك الدولي وصول معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 من يونيو الجاري إلى 5.5%، على أن يرتفع إلى 5.8% في العام المالي المقبل 2019-2020، ليصل إلى 6% في 2020-2021. وأشاد تقرير البنك الدولي بتراجع معدل التضخم في مصر من حوالي 30% في منتصف 2017 إلى قرابة 13% خلال الفترة الأخيرة، مما ساعد البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة في فبراير 2019. قالت وكالة مودز للتصنيف الائتماني إن خطة مسودة الميزانية اللبنانية لعام 2019، والتي تهدف لمعالجة الوضع المالي الصعب من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات وإعادة تمويل أزود الخزانة، لن تحدث تغييرا كبيرا على الأرجح في مسار ديون البلاد. وكشف لبنان المثقل بالديون عن خطة للسيطرة على مالياته العامة في أواخر مايو المنقضي، لكنه يواجه صعوبات جمة في استعادة ثقة المستثمرين التي يحتاجها لتفادي أزمة. وتهدف الميزانية التي أرسلت إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها إلى خفض العجز المالي ل 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الواردات من الصين لا تدفع التضخم في الولايات المتحدة للارتفاع. وأضاف ترامب أن الكثير من الشركات تغادر الصين لدول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، بهدف تجنب دفع الرسوم الجمركية. هذا وتدهورت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بحدة بسبب الصراع التجاري والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على شركات التكنولوجيا الصينية. أكد مايك مالفاني كبير موظف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاد للغاية بشأن فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من المكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية. كان ترامب قد أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على كافة البضائع الآتية من المكسيك، وذلك اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري، ما لم تتخذ الحكومة المكسيكية إجراءات إضافية لوقف تدفق المهاجرين غير المسجلين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية. هبط الدولار الأمريكي لأقلب مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد المراهنات على خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، بينما دفعت مخاوف بصفة عامة بشأن النمو العالمي المستثمرين لشراء الين الذي يعد ملاذا آمنا.
وارتفعت العملة اليابانية 0.2% مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يناير الماضي. وبذلك يفقد الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات لأقل مستوى في 3 أسابيع، ليهبط عند 97 لأول مرة منذ منتصف أبريل الماضي. وارتفع اليورو 0.3% إلى 1274، وهو أعلى مستوى له بفضل ضعف الدولار. ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر الدولار الأسترالي، بعدما خفض بنك الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.25% كما هو متوقع. أظهر مسح لرويترز أن من المرجح أن تبقى أسعار خام برنت قرب 70 دولارا لبقية العام، نظرا للمخاطر المتصاعدة المتعلقة بالإمدادات بسبب التوترات بمنطقة الشرق الأوسط والمخاطر المتعلقة بالخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وتوقع المسح الشهري أن يبلغ متوسط سعر برنت 68.84 دولار للبرميل في 2019 دون تغيير يذكر. وتضافرت عوامل العقوبات الأمريكية على فنزويلا والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران التي تخضع أيضا لعقوبات، وأيضا تقليل الإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك لتتسبب في ارتفاع الأسعار. نهاية أخبار الاقتصاد، عودة للقراءة السياسية مع الزملاء غدا فاروق وعاصم أبو العاغر، فإليهما. شكرا لك مادة، أهلا بكم من جديد. شارك قادة العالم في الاحتفال الذي تقيمه المملكة المتحدة لإحياء الذكرى 75 ليوم إنزال نورماندي الذي حسم صراع الحرب العالمية الثانية لصالح كفة الحلفاء. أقيم الاحتفال في ميناء بورتسموث البريطاني بحضور عدد من المحاربين القدامى الذين يبلغ أصغرهم من العمر 90 عاما. وشكلت بورتسموث محطة الانطلاق الأساسية لأكبر أسطول هجوم في التاريخ، ضم 156,000 عسكري من دول الحلفاء أبحروا إلى الشواطئ الشمالية الفرنسية لتحريرها من الغزو الألماني. أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ محادثات مشتركة في العاصمة الروسية موسكو. تأتي زيارة شي جين بينغ إلى روسيا بمناسبة الذكرى 70 للعلاقات بين البلدين، حيث تهدف الزيارة إلى فتح حقبة جديدة من الصداقة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في سياق تبادل عقوبات وحرب تجارية بين بكين وواشنطن. أكد وزير الوحدة الكوري الجنوبي أن بلاده تعمل بجد على استئناف المفاوضات النووية المتوقفة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التقدم في المفاوضات النووية سيكون العامل الرئيس لتحسين العلاقات بين الكوريتين. من جهة أخرى، اعتبرت كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة تعرض المعاهدات الموقعة بين البلدين العام الماضي في سنغافورة للخطر بممارساتها لضغوط غير مبررة على بيونغ يانغ لتخلص أحادي الجانب من الأسلحة النووية. كما دعت بيونغ يانغ واشنطن إلى تقديم اقتراح جديد لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة، محذرة من نفاذ صبرها. أعلن وزير الخارجية الكولومبي أن بلاده لا تؤيد التدخل العسكري في فنزويلا وتدعم الحل السياسي فقط. يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 يناير الماضي بعد إعلان زعيم المعارضة رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد. واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتا، منها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به وأكدت دعمها لمادورو. بانوراما النيل مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. رحيل الفنان محمد نجم عن عالمنا عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض.
نتحول معكم الآن إلى الأخبار الرياضية. أخبار الرياضة والكرة والملاعب مع الزميلة إيمان الشيخ. عاصم تفضل من جديد. شكرا لك إيمان. توفي الفنان محمد نجم صباح اليوم عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض، حيث كان محتجزا في إحدى المستشفيات منذ أيام للعلاج. محمد نجم المولود في 14 من يناير عام 1944 هو فنان كوميدي استهل مشواره في التمثيل أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، ثم ابتعد عن السينما والتلفزيون منذ أن أسس مسرحه الخاص الذي يحمل اسمه، واتجه للمسرح الكوميدي وأصبح علامة بارزة في الكوميديا وحقق من خلاله نجاحا كبيرا. رحم الله الفنان الراحل. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأهم العناوين. قوات الأمن تقتل 5 إرهابيين خلال تصديها لهجوم إرهابي على كمين جنوب العريش، واستشهاد 8 من رجال الداخلية. عقب أدائه صلاة عيد الفطر، الرئيس السيسي يشارك أبناء شهداء الوطن من الجيش والشرطة الاحتفال بالعيد. المجلس العسكري السوداني يؤكد انفتاحه على التفاوض مع المعارضة ويطلق تحقيقا في أحداث العنف الأخيرة. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام بانوراما النيل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.